يعني في البداية أشكر الله عز وجل يعني أن رد لي يعني فلة كبدي، وثانيا أشكر رجال الأمن يعني وعلى الخصوص اللي كانوا يعني كان لهم الفضل الكبير يعني في وجود يعني مريم بنتي، وخصوصا يعني الدور اللي قاموه يعني ليلة كاملة كما قلت، يعني ليلة كاملة يعني في برودة الطقس والجو هنا يعني بولاية سعيدة، خصوصا في الليل يعني حوالي درجتين تحت الصفر. ونشكر ثاني يعني سكان ولاية سعيدة الذين قاموا يعني بالدور يعني الجبار اللي هي الأسباب هذه، وسخر يعني أمور كثيرة يعني الشكر موصول لكل من ساهم في وجود يعني